بسم الله الرحمن الرحيم. راح نحل دورة 2019 الاستثنائية اكسرسايز 3 اللي هو عن electricity. بيقول بالسؤال The electric circuit of the document, هاي document 3 consists of مؤلفة من رسمت أنا هون مؤلفة من generator G, هيدا generator الconstant voltage اللي قاله UPN, يعني هيدا U أنا بحب أكتب مثل المات بكتب كل شيء على الرسمة. U هي 24 فولت. عندي كمان ريوستات مثل ما بدكم الأساتذة ما بعرف كيف يلفظوها. عندي ريوستات of variable resistance, هاي ريوستات عندي إياها. عندي لامب L acting as a resistor, هاي دي لامب L و carrying the indication 12 فولت و 6 وات. شو يعني carrying the indication؟ يعني لما أنا أشتري لمبة على علبة من برا بيكون كاتبين 12 فولت و 6 وات, هيك بيكونوا كاتبين. وعندي فولت ميتر V connected across, عندي هذا فولت ميتر connected across the terminals of the lamp. بالسؤال الأول the resistance of the rheostat is adjusted such that the lamp functions normally. الresistance ما هو عم بيقول لي هذا الريوستات عنده variable resistance, بيقول لي الresistance اللي له زبطوها هندسوها لحتى اللمبة عندي functions normally, لحتى الضوء طبيعي. أول سؤال 1.1 What does each of the indications carried by L represent? Indications يعني مثل كأنه التعليمات أو الإشارات اللي حاطينا على اللمبة. هون الindications هي indications. بيقول لك هول indications What does they represent? شو بيمثلوا هول؟ فرحنا هيك بنكتب تقريبا بتحفظوها كل الأسئلة نفس الشيء كل الدورات 12 فولت بنقول له is the rated voltage, rated voltage أو كلمة effective أو affected voltage for the lamp, لأنه عم نحكي عن اللمبة نحنا, for the lamp two functions normally, عفوا two function ما بنحط two مع s, two function normally لحتى تشتغل طبيعي أو ضوء طبيعي اللمبة لازم نوصل لها نحنا كهرباء 12 فولت, لازم نوصل لها الفولت لإلها يكون 12. الـ 6W شو هي هاي؟ W هي وات, يعني is the كمان rated, من هي اللي منقيسها بالوات؟ هي الباور. is the rated power كمان نفس الشيء for the lamp to function normal. هذا بيكون number 1.1. 1.2 شو بيقول بال 1.2؟ بيقول show that the electric current, electric current يعني الـ I flowing in L سماها I1 هي 0.5 أمبير, يعني هاي اللي هون اللي ماشي باللمبة اللي هي سماها I1 هي قد قال لي 0.5 أمبير. هاي من وين منجيبها نحن عادة؟ هو شو عاطيني لللاب؟ عاطيني 12 فولت وعاطيني 6 وات, يعني عاطيني اليو وعاطيني البي وسألني عن الآي. شو في عليه أبان اليو والبي والآي؟ شو في عنا قاعدة بتشمل هالثلاثة مع بعض؟ عندنا قاعدة الباور هي الفولتج ضرب الآي, هاي قاعدة للحفظ. لما أنا بدي الآي هو سألني عن الآي سماها 1 فلازم نحط له 1 نحن. هون اليو لللمبة والباور لللمبة, الآي 1 هي الباور لللامب على الفولتج لللامب. باور لللامب قد عطاني إياه 6 وات أوفر اليو لللامب 12 فولت, فأنا لما أقسم 6 على 12 بيطلع عندي 0.5 واليونت للكارنت هي أمبير, فبيطلع مثل ما هو قال 0.5 أمبير. ب 1.3 بيلي determine by applying the law of addition of voltage, يعني شرح لي عم بيعطيني عم بيقول لي على أي قاعدة بدي أشتغل. law of addition بدي أجمع of voltage the voltage UAB, مين بده UAB؟ الـ A وين هيدي الـ A؟ UAB بده الـ voltage لهاي. بنكمل بس السؤال across the terminals of the rheostat, بدنا نعرف الفولتج اليو لهي قد ايه. هو عاطيني اليو لللمبه للجنريتر قد ايه 24 فولت, وعاطيني اليو لللامب قد ايش عاطيني اياها 12 فولت, فقد ايش بيبقى نحن هلا. هو صح شرح لي قال لي ان نستعمل law of addition. شو يعني law of addition؟ يعني الجنريتر بيوزع بيعطي لليو اي بي بيعطي للريوستات وبيعطي لللمبة بيوزع عليها فولتج. هولي بس يكونوا ان سيريس بتكون اليو الاساسية
اللي هي للجي او اليو للبي ان، هي نحن انتبهوا شو ما نكتب، لازم نقول له نحن اليو للجي هي يو بي اي بلس يو اي بي بلس يو بي سي بلس يو سي ان، هيك ما نكتب نحن. هاي الجنريتر هيك عم توزع عليهم، يعني يو للجنريتر هيك بكتب يو بي اي بلس يو اي بي بلس يو بي سي بلس يو سي ان، يو سي ان اخر شيء. نحن بنعرف هاي الفولتج لها زيرو واليو سي ان كمان زيرو، ليش؟ شو السبب؟ لان كونكتنج وايرز، هول هذا الخط هذا كونكتنج واير، وهذا الخط اللي من هون كمان كونكتنج واير، فبيكون صفر. فاليو جي قديش معنى اياها؟ 24 فولت صح؟ عفوا 24 فولت. اليو اي بي انا هاي مطلوبه مني يو اي بي بلس اليو بي سي، قد ايه معنى اياها البي سي؟ هي اليو لللمبه 12 فولت. فهي شو معناتها اليو اي بي؟ قد ايه هي؟ هي 24 ناقص 12 بيطلع عندي 12 فولت. هيدي اللو اوف اديشن هيك. بعدين 1.4 هيدا 1.3، انتبهوا للارقام لازم ترقموا. ب 1.4 بيقول show that the resistance of the rheostat هي R1 اللي هي 24 ohm، يعني هنا لازم تكون ohm بس يمكن على الطباعة مش مكتوب، لا طبعا بالامتحان تكون مكتوب. بده الريزيستنس لمين؟ الهاي سماها هو R1، هاي سماها R1، بدها تكون 24 ohm، 24 ohm هيك بهيدي اليونت. طيب كيف بقدر اعرف؟ بس ركزوا لي نحن كيف بنحل هيك سؤال. هو مش طلب مني ريزيستنس؟ طيب شو كان طالب مني قبل؟ طالب مني اليو تعول هذا الريوستات ما هيك؟ وهلأ طلب مني طلع الار وان قدي؟ كنا مطلعين اليو طلعت معي 12 فولت. شو في علاقة بين اليو بين الار وان؟ هي الأومز لو صح؟ فمنقول له نحن apply أومز لو اللي هي اليو equal ار ضرب الاي. في علاقة بين اليو بين الار هي هاي. طيب الاي اي اي؟ وين عندي اي؟ ما ننتبه نحن عندنا الريوستات مع اللمبه هن ان سيريس، لما يكونوا ان سيريس فنفس الكهرباء فايته فيهم، نفس الكهرباء اللي بتطلع من البطاريه بدها تفوت فيهم. انا عاطيني هو الكرنت تاعت اللمبه هي قد ايه؟ طلعت معنا 0.5 صح، 0.5 امبير. فهي ذات الكهرباء لانه نفس الخط هن ان سيريس، فنفس الكهرباء اللي مارقه باللمبه بدها تكون هي ذاتها اللي مارقه هون. فأنا معناتها الآي عطيني إياه اللي هو شو؟ آي وان، وهي سماه هو آر وان. واليو هي مين؟ اليو للريوستات اللي هي 12 فولت. فالقاعدة بتصير إذا أنا بدي الآر وان هي اليو على آي وان، اليو معيها 12 فولت على الآي اللي هي زيتها طلعناها 0.5 أمبير، بيطلع عندي آر وان إيكوال إذا قسمناه على الكالكوليتر 24 أوم. هذا 1.4. هلأ إجا قال لي بنمبر 2، قال لي the resistance of the rheostat is now adjusted at R2، سماها أدي عطانيا صفر، كانت هي سماها R1 كانت 24، هاي resistance كانت 24، هلأ صارت صفر. إذا صفر معناتها مثل كأنه صارت connecting wire إذا ما عندي resistance، يعني كأنه خط هيك ما فيه شيء، لأنه إذا ال R كانت صفر فمعناتها ال U اللي هي R ضرب ال I، فمعناتها اليو هي الصفر ضرب الاي، معناتها اليو هي صفر صح؟ اذا الار زيرو بتكون كمان الفولتج لهيدا صار شو؟ زيرو. فالسؤال بيقول لي the volt meter reads 24 volt، هيدا الفولت ميتر اللي هون شو وظيفة الفولت ميتر؟ الفولت ميتر وظيفته measures the voltage of the lamp. نحن الفولتج of the lamp قديش نحن قلنا هو 12 فولت صح؟ مش هيك اخذنا هو 12 فولت عطاني اياه بالسؤال؟ طيب وجينا هايدي كانت هاي 12 وهاي 12 وهاي 24، لأن 24 توزعت عطت لهاي 12 ولهاي 12. هلا لما قال اليو لهاي صارت زيرو، اليو اي بي قدي صارت معي؟ صفر فولت صح؟ سينس ار ايكوال زيرو صح؟ هولي بس كانوا شرح هيك هذا السؤال هيك. ف 2.1 بيجي بيقول لي the volt meter reads، يعني معناتها كأنه عم بيقول لي الفولتج اليو بي سي او اليو لللامب صارت 24 فولت. ليه؟ شو السبب؟ شو السبب؟ لانه هيدا شو عم يسالني شو السبب لهاي؟ لانه نحن باللو اوف اديشن اوف فولت، بما انه هن ان سيريس صح، ف
فنفس اللو اللي هو عطاني اياها بالأسئلة اللي قبل، بالسؤال اللي قبل، law of addition of voltage شو بيكون عندي؟ بيكون ال U لل PN نفس الشيء مثل السؤال اللي قبل، U لل PA plus U لل AB plus U لل BC plus U لل CN، صح؟ هاي ال PN بتتوزع PA مع AB مع BC مع CN، بتوزع هاي الفولت، بتوزع فولتج لهون. ال UPA اتفقنا هي صفر لأنه connecting wire. ال UAB هلا قلنا صارت صفر لأنه الريزيستنس صفر، هاي صفر. UBC بدنا اياه. UCN هاي connecting wire فمعناتها زيرو. فال UPN معيها انا given قد ايه 24 فولت equal لمين صارت؟ ال UBC اللي هي مطلوبه مني هيك. فطلع السؤال. لأنه عم يلي justify، ها هي ال justification. ب 2.2 شو بيقول ب 2.2؟ The lamp burns out، احترقت اللمبة. ليش احترقت اللمبة؟ أصلاً شو كانت وظيفة الريوستات؟ شو كانت وظيفته هو؟ هو قال لي إنه هذا الريوستات حطوه هو is adjusted such that the lamp function لحتى تضوي اللمبة طبيعي، قاموا حطوا الريوستات. إجوا هون لغوا لنا لما قال الريزيستنس صفر كأنه انلغى الريوستات. فال 24 اللي عطتني إياهم البطارية أخذتهم اللمبة كلهم. ما اجى شيء يعدل لي، وهي اللمبه لحتى فانكشنز نورمالي بدها 12 فولت، لما اعطوها 24 اكيد بدها تحترق. فبقول له ليش احترقت؟ لانه اللمبه هيك بنقول له بيكوز 12 فولت اصغر من 24 فولت، اليولا لامب اصغر من ال 24 فولت، فعشان هيك ادبانس، يعني هذا هو السبب، لأنه هي تو فانكشنز نورمالي بدها 12 فولت، اجوا عطوها قد ايه؟ 24 فاحترقت. هيك بيكون خلص هذا السؤال، أي استفسار أنا بالخدمة.